الراجل هنا دلوقتي، اكيد حصل له حاجه هو كمان. شوف حد بيجي من هنا. انتوا واقفين هنا وطبق لحد دلوقتي مش لاقيينه. امال فين نانسي؟ نانسي في الاوضه دي، وكنت فاكره ان نانسي ورايا. وطبعا لما خبطتوا في بعض جريت انت من حته وهي من حته، وهو ده الغلط. يا جماعه تلاقيها مستخبيه هنا ولا هنا؟ نانسي نانسي نانسي، انت فين يا نانسي؟ نانسي نانسي يا عم. بتقول لك مش هو مش هو، انت عايز تضربه خلاص؟ والله العظيم والله العظيم انا اخري سرقه. لا بس انت قلت ان انت وعم حسنين متفقين تخوفوا اي زبون يجي الكامب لحد ما يطفش، ولو ما طفش زينا كده يبقى الحل انكم تقتلوه زي ما بتعملوا. لا واذا كان كده يا جماعه انا ايه اللي خلينا انقذك؟ لما حسيت انك اتكشفت قدامنا. والدليل على كده انك سبته يهرب. وانا لحقت اعمل حاجه؟ طب ايه اللي خلاك تقول ان عم حسنين هو اللي بيعمل كده؟ انا ما قلتش، بس انا شاكك زيكم. انتوا فاكرين الزبون اللي انا كنت قلت لكم عليه اللي كان مصطاد مزه وجوزها قفش وقتله؟ المزه دي كانت الست عليا اللي قتلوا حسنين ودفنوه في الجنينه اللي ورا، ومن ساعتها الست عليا ماسكه له زله، وهو بقى يطفش اي زبون يجي هنا، ومن ساعتها المكان ده بقى زي ما انتوا شايفين خرابه، لا زباين ولا بقشيش. هو ده اللي خلاني اسرقكم. يا كده بقى يا اما في حد انا شاكك فيه. مين هو؟ ما طلت انت اتخرست ولا ايه؟ مين اللي عمل كده؟
لكم. مفيش حاجة ياسمين، يلا ياسمين.